عرفنا باسمك، محمد السيد، قول لنا ايه شغال، ايه شغال فلاح. قول لنا ايه المشاكل اللي بتواجهك في زراعة القطن؟ انا زرعت القطن دلوقتي ما بقتش تجيب حاجه ولا بتجيب، مع يعني مع جميع مشكلته في الجميع، والعماله ما فيش عماله، والاجره غاليه دلوقتي. النفط بيجي 50 جنيه وساحتين وبيمشي، هو بيجازيش ويجمع ايه، هيجمع له ايه 2 كيلو قطن؟ ما بيكملش 15 كيلو يا عم. في مشاكل تانيه غير كده؟ لا مشاكل كتير. كان بيدينا اسعار حلوه، بتسد منا فلوس، بتسد ديوننا، نجوز عيالنا، بنقضي مصالحنا، وكانت ماشيه زي الفل. النهارده زرعت القطن عشان اللي بعدها، مش عشان القطن نفسه. حاليا القطن نفسه ما يقضيش، ما يغطيش مصاريفه. انا بنزرع القطن زرعه باساس نكمل الزرع اللي بعد منه، بيصلح الارض. زرعت عشان اصلح الارض الغربه مش نافعه، وبنجرب برضو كده بنشوف مثلا يعني نرد لحاجات البلد زي زمان. فطبعا مش نافع. المال غالي والرش غالي والنفار غالي والدنيا خربانه، والحكومه سايبانها كده، الفلاحين غلبانه كلها. بس ساعدناك بشويه رش وشويه ملح. ونزرعنا رز بتدينا غرامات. ونزرعنا رز عشان بالك تاكل، يدونا غرامه.